بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه المرحلة العصيبة التي تمر بها أمتنا عامة وبلادنا خاصة، وتمر بها دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج كل واحد منا إلى بصيرة ليتبين بها مواضع أقدامه ويعرف ما يأتي وما يضر. فالوقت وقت محنة، والفتنة حين تطل يتكاثف دخانها حتى يصير ظلمات بعضها فوق بعض، حتى إذا أخرج الرجل يده لا يكاد يراها، فيحتاج الإنسان إلى نور وإلى بصيرة وإلى فرقان يحصله بقراءة الآيات ومطالعة قصص الأنبياء والمرسلين والعلم النافع والعمل الصالح والالتفاف حول علماء ربانيين رزقوا من الله سبحانه وتعالى البصيرة في الدين، فجعل الله عز وجل له فرقانا. وهذه الدعوة المباركة التي رزقنا إياها على غير كاتب منا ولا تعب، نشكر ربنا تبارك وتعالى بالانتساب إليها ذات منهج رباني له مواقفه في الفتن. وحين تأتي الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، فتخبط فيها أهل الجهل وضعف البصيرة، وإذا انقشعت الفتنة عرفها الجهلاء. وكان من فتنة مرت واعتصرت الدعوة، وكان لشيوخ هذه الدعوة المباركة آراء ربما صدمت بها عواطف الناس جميعا وعواطف أبناء الدعوة. فلما انقشعت الفتنة قلنا جميعا الحمد لله الذين رزقنا الله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء العلماء الذين يعرفون الفتنة ويعرفون كيف يقول الحق فيلتزمونه. وهذه الفتنة التي تمر بها بلادنا وأمتنا في حاجة إلى بصيرة، وقد امتحنا بها جميعا، يعني ولا زلنا امتحنا بها ولا زلنا امتحن بهذه الفتنة. ويحتاج الواحد منا إلى أن يجاب على أسئلة كثيرة: هل خذلت الدعوة الإخوان؟ هل قصرت في نصح الإخوان في كل مرحلة من المراحل؟ على أي أساس اتخذت الدعوة موقفها من عدم النزول في الحشود والمظاهرات؟ ما موقف الدعوة في هذه المرحلة القادمة والمراحل القادمة؟ وقد دعونا فضيلة شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، فلبى دعوتنا فجزاه الله عنا خيرا. ونحن يعني لا نريد ان نتحدث عن فضيلة الشيخ، انا اعرف انه ذكره هذا، وكم جذب مني الميكروفون في لقائه حين شرعت ان اتحدث عنه. نقول يعني نحسبه يعني من واسكت، والله سبحانه وتعالى حسيبه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن
عن شمالي ومن فوقي، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من يغتال من تحتي. والشيخ يعني وجهت له سهام كثيرة، وليس الخطأ من أن توجه السهام لأعداء الدعوة ولها أعداء كثر. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان لها أعداء كثر، لكن الخطر أن يعني يأكل أبناء الدعوة الطعم كالسامية الغريبة، وتبدأ ألسنتهم تتحدث بحديث كله خرافة وكله كذب، ويبدأ أبناء الدعوة يريدون هكذا كالأشجار عندما تهب عليها الرياح، لا بد من علم نافع وبصر ثاقب، ولا بد من أن نتلمس مواقع الأقدام ويعرف الإنسان ما يأتي وما يرى. الشيخ ياسر حفظه الله تعالى بنفسه جاء إليكم ليسمعكم، ونحسبه من الصادقين، مواقف الدعوة في كل مرحلة من المراحل التي مررنا بها. فافتحوا قلوبكم وتخلوا عن هواكم، لأن صاحب الهوى مهما تسمعه ومهما تحاول أن تقنعه تجده متمسكا بهواه وما عقد عليه فكرة ورأي. تخلى عن هواك وستسمع بلسان الصدق ما قامت به الدعوة في مراحل كثيرة من فضيلة الشيخ، ولك الحرية في أن تسأل عما تحب أن تجاب عنه. ولكن أخونا فضيلة الشيخ أحمد حسن سيبين لنا كيف تدار الجلسة إن شاء الله تعالى، فنلتزم بذلك حتى نستفيد من الوقت ونستفيد من الشيخ وحتى يستفيد الجميع. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلنا نريد أن نسأل، ولا حرج على أحد أن يسأل، وكلنا يريد أن يعلم، وأيضا لابد لنا جميعا أن نعلم. فقد وسعنا على حضراتكم ورقات وأقلام، فمن كان له سؤال فليكتبه، وإن شاء الله تعالى معظم هذه الأسئلة سيجاب عنها يكتب له غيره. من كان لا يريد يمال لي واحد اللي جواره يكتب له. لا معلش، لا يمال لي عشان الترتيب. فاحنا لو فتحنا الباب لكل واحد يريد ان يتكلم من لسانه فستغطى الجلسه فيها نوع من الحرج. فاحنا نريد من كان صادقا يريد ان يسال بصدق فليكتب ورقته، اما مشافهه فهذا ليس مجاله ولا مكانه. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ ياسر هيبدأ يتحدث، وربما يكون حديثه فيه إجابة عن كثير من الأسئلة. يعني ربما تقدم أنت السؤال ثم أثناء الحديث تجد أن الشيخ قد أجابك قبل أن تضاري به الأسئلة. أكتب الأسئلة، نستمع الأول إلى الشيخ، وبعد ذلك إذا وجدنا أن أسئلة لم يجب عنها خلال الحديث نبدأ نعرضها على الشيخ إن شاء الله تعالى. ويبقى كما اتفقنا أننا هنحاول أن نسمع على فكرة الغرض من كتابة السؤال حسن الترتيب وحسن إدارة الجلسة، مش منع حد انه يسأل اللي هو عايزه، لا اسأل اللي انت عايزه ما تريد، وان شاء الله نجيب عليه بالاسلوب الذي تريده ايضا، فقط يعني ما يعني اللي انت عايزه يعني. لكن الكلام انه دايما بيحصل هرج ومرج في الاسئلة الشفوية، ويحصل تفرع عن الموضوع، ويحصل عدوان على الحق الآخرين الذين يريدون أيضا أن يسألوا. واحد عايز يسأل وباعت ورقة واحترم النظام، يبقى أنا أدي واحد كلامه ويقعد يخش معايا في حوار
هو عنده رغبه معينه في صوره معينه ويفضل يخش بحيث ان الناس الثانيه ما تاخدش حقها. فالعدل والنظام ايضا والادب في المجلس ترتيب الاسئله وحترتب على حسب ورودها. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. انا هبدا من حيث انتهى الشيخ عبد المعطي اخر سؤال اللي بيقول ايه طريق الدعوه وايه الواجب علينا في المرحله القادمه. نقول واجب الوقت لان هذا هو الذي يلزمنا الان. انا بقول ان من اهم الواجبات في هذه المرحله ما كشفت عنه المحنه وهي فتنه عظيمه لم نرى مثلها من قبل. مرت الدعوه بامور يعني مماثله ساذكرها لكن لم تكن بهذا الحجم ولم تكن بهذه الفتنه داخل الصف العمل الاسلامي ولم تكن الصحوه الاسلاميه ايضا قد نمت هذا النمو. كشفت هذه الفتنه وهذه المحنه عن ان كثيرا من ابناء الصحوه الاسلاميه بفصائلها المختلفه بمن فيهم ابناء الدعوه السلفيه او المنهج السلفي القضايا عندهم عباره عن عنوان بلا تفصيل وبلا مضمون. يعرف العنوان واذا جاء وقت التفصيل العملي فانه يؤخذ به ذات اليمين وذات الشمال بعواطف تحركه دون ان يعي الموقف الشرعي في هذا الباب. بالضبط كده طالب عنده امتحان راح جايب فهرس الكتاب والفهرس قاعد يقرا فيه العناوين بتاعته. جاء الامتحان بص لقى اسئله فيها ايه؟ مش العناوين بس. وساذكر امثله طرحت علينا عبر سنين طويله وطرحت في هذه المرحله خصوصا بقوه وبالسنه مختلفه وتكلم فيها من ينتسب الى العلم ومن ينتسب الى الدعوه ومن ينتسب الى السنه ومن ينتسب الى البدعه وتكلم فيها الجاهل والرويبضه من اخطرها على سبيل المثال مسائل الايمان والكفر ومن يكفر ومن لا يكفر وما هي شروط التكفير وما هي موانعه وما هي الافعال والاقوال التي تكفر صاحبها. فهناك فرق بين الشرك وبين ما دونه والضابط في هذا وما هو الذي يزول به اصل الايمان من القلب. هذه اسئله قد تكلم الناس فيها. فلان كافر، فلان منافق، فلان ارتد عن الإسلام متفرع على هذا أو جزء أو عنوان آخر اسمه الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء. فلان يوالي الكفار، فلان يخذل المسلمين، فلان يعادي أهل الدين، فلان يوالي أهل الدين. ما معنى الولاء والبراء؟ ما هذه الكلمات؟ متى نقول عن إنسان أنه يوالي أعداء الله؟ ومتى نقول خذل أولياء الله؟ هل المطلوب أن يكون الإنسان متابعاً بلا بصيرة في أي قرارات ومواقف ولو كان فيها انحراف عقدي ولو مبني على النقطة الأولانية اللي مؤمن وكافر؟ فقد سمعنا شيئا كثيرا من خلال وسائل إعلام مسمى بالإسلامية
وعلى وفي مؤتمرات وعلى منصات ساحات وميادين سمعنا شيئا وزخما كثيرا في هذا. هل كان المطلوب أن نتابع على ذلك مهما كان من انحراف في مسألة التكفير؟ هقول لكم جزء من بعض الأحداث. إن إحنا لما سمعنا الخطاب ده، خطاب إحنا بنقوله بكل وضوح متضمن لبدعة، متضمن لغلو في مسائل التكفير. ما بقولش إن الإعلام الليبرالي كويس، أفظع ويتضمن كلمات فيها كفر صريح ومعاداة للإسلام نفسه، لا شك في ذلك، وقد كان قبل ذلك، ولقد كانت مواقفنا مسجلة في الكتب والمحاضرات والدروس في وقت لم يكن يتكلم فيه أحد، في وقت الحاجة دي متسجلة. يعني كتاب على سبيل المثال المنة اللي فيه قضية الحكم ما أنزل الله، وما قضية الولاء والبراء، والسياسة الشرعية، كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الإمارة لصحيح مسلم من صحيح مسلم شرحه بيتكلم على مسائل القتال والخروج. الحاجات دي كلها متسجلة قبل الثورة أصلا، يعني في عز أمن الدولة. هقول إن إحنا لما لقينا الخطاب فيه من الحدة والجرأة على التكفير من أناس، بقول كده صراحة، معلوم أنهم ليسوا من أهل العلم. تكلمنا مع إخواننا عندما زارونا وفد مكتب الإرشاد، قام بزيارة للدعوة يوم 16/6 في مكتب مركز الدعوة هنا في كليوباترا، وفد عالي المستوى الذين يتخذون القرار حقيقة، اللي هو المسمى الآن المرشد المؤقت ومن معه. وقلنا لهم صراحة الخطاب التكفيري العنيف الذي استعمله فلان وفلان وفلان بالاسم وبيقولوا كذا وكذا وكذا، قالوا ده مش كلام، دول الناس دول حد يعرف يظبطهم؟ قلنا لهم انتوا اللي بتطلعوهم على المنصة، انتوا اللي بتخلوهم يتكلموا في المؤتمرات. اذا هم اقروا بان الكلام ده كلام ايه؟ غلط. وقالوا لا، ده فلان بتاع الجماعة الاسلامية شح، وفلان ده سلفي منكم اظبطوه انتوا، الشيخ فلان ده سلفي، لا قولوا له هو، حد يعرف يظبطه؟ ما يعرفش يظبطه. وفلان اللي تبعهم لا ده مش تبعنا. فقلنا لهم هذا الخطاب يؤدي الى السقوط اضعاف مضاعفه منع السقوط. الكلام ده كان يوم 16/6 قبل 30/6. وادركوا الموقف، الخطاب ده عامل عداء، والقضيه تصويرها على انها حرب ضد الاسلام تصوير خطير، لان عامه الشعب مش عايزين يحاربوا الاسلام. كتير جدا من الجماهير المؤيده لمن يعارضكم مشكلتهم في السولر والبنزين والكهرباء ووقف الحال، وليسوا انهم محاربين الاسلام. في ناس بتحارب الاسلام، بس في ناس مشكلتها مشكله تانيه، ما تخلوهمش كلهم عشان بيخلفوك يحاربوا الإسلام، علشان ما تكترش الأعداء. الكلام ده مكتوب وعندي نسخة منه واتنشر في جريدة الفتح. المهم إن هم قالوا إن الناس دي إحنا ما نعرفش نظبطها، إنهم أنتوا بتطلعوهم على المنصة وأنتوا اللي بيجون في المؤتمرات، فقالوا ما نعرفش نظبطهم. قالوا طب هم يرون الدكتور مرسي وليا للأمر، إحنا كنا متفقين زمان معاهم قبل تأييد دكتور مرسي بلاش استعمال المصطلحات الشرعية. عارفين ليه؟ خايفين من انه يجي حد يقول لنا الكلام ده. كان قبل انتخاب الدكتور مرسي، كان في مرحلة جولة الإعادة، قلنا لهم لا تستعملوا لفظ ولي الأمر. قالوا مش احنا بنستعمله، احنا قلنا الرئيس مرسي رئيس جمهورية. رئيس مرسي رئيس جمهورية لما ينجح يعني إن شاء الله، فخلينا في اللفظ ده لأن احنا كنا خايفين
واحد يطلع يطبق لنا النصوص الشرعية التي في واقع مختلف على هذا الواقع. يجي يقول لي من جاءكم وأمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضرب عنقه بالسيف كائنا من كان. المهم النصوص دي استعملت لما كان مرسي موجود في قتل المخالفين، واستعملت لما سقط علي جمعة طلع يقولها في قتل المخالفين اللي بيخالفوا مرسي، وكله بيوظف النصوص على مزاجه. عشان كده قلنا لا، النصوص دي في الخلافة الإسلامية، ولما يكونش في حل تاني، ولما يكون في خليفة الأمة كلها مجتمعة عليه، وإلا فالأمة مش مصر، صح؟ الأمة أكبر من كده بكتير، وأهل مصر نفسهم لم تجتمع كلمتهم، ده 51 و49 مش كده؟ ولو طلعوا كم مليون ففي قصادهم ملايين تانيين مش راضيين. يوم 30/6 احنا كان موقفنا ان احنا بنقول لا، احنا مش عايزين حشد وحشد مضاد، لان ده معناه صدام دموي قطعا. انا بقول القضايا دي زي قضايا التكفير، زي قضايا الولاء والبراء، لان الناس اتهمتنا بان احنا بقالنا على فكرة من شهر 2 تقريبا ولا 3 من يوم ما المبادرة اتعملت، وهو يقال عنا ان احنا بنوالي اعداء الله. ليه يا اخوانا بنوالي اعداء الله؟ ده احنا على فكرة بنود المبادرة دي كنا متفقين معاهم عليها قبل ما يدرس مرسي برئيس، لان ان احنا الاصلاح يبقى تدريجي، لان احنا عندنا قوة كتيرة في المجتمع مش عايزانا كاسلاميين وهربنا، فما ينفعش اصطدم بيها ولازم اشركها معايا. وكان الاتفاق، والورقة لسه عندي ان شاء الله، الورقة اللي انا قلتها في مكتب الارشاد هناك في القاهرة انا واخواني وما رحنا، والشهود موجودين وعايشين، من الدكتور يونس واشرف ثابت ومهندس جلال مرة والدكتور بسام الزرقاء. قلنا ايه في الموضوع؟ ان الحكومة اللي تتشكل بعد فوز الرئيس مرسي لازم تكون حكومة ائتلافية تشترك فيها كل القوة، عشان يبقوا معانا في الايه؟ في الشيلة، وما يشيلوهاش لوحدنا ويسيبونا نقع بيها. وبالتالي فاحنا الفكرة دي نفسها كنا متفقين مع بعض عليها وكانوا موافقين عليها، فما ينفعش تيجي تقول لي ده انت بتتخذ اعداء الله اولياء، لان انا بوزنها بطريقه معينه. فضلا ان انت تقول لي انك انت مجرد تطرح التفاوض معاه تبقى انت اتخذت وليا. انت بقى كده الرسول بيتخذ المشركين اولياء؟ ما الرسول تفاوض مع المشركين في الحديبيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قعد معاهم وكلمهم. بمجرد ما فلان قعد مع فلان، هو موضوع شفيق ده الناس اتكلمت فيه قد ايه؟ اتكلمت فيه كتير قوي مش كده؟ هو القعده مع واحد معناها موالاه. طب انت بتقول انت عملت معاه كذا وكذا وكذا، كنت حاضر معايا، حضرت وسمعت، سجلوا وشفت وسمعت، كذب محض. ما هو انا عارف اللي حصل، والراجل التاني عارف اللي حصل، وهو اللي طلع الكلام لانه كان مش مطلوب انه يطلع. عشان ايه؟ عشان الناس ما تقعدش تفبرك حواليه شغل تاني. المهم ان القعدة نفسها العبرة. انا قلت ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى حرم الجلوس مع الكفار؟ امتى حرمه؟ الآية، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يبقى انا حرام علي اقعد معهم امتى؟ لما يقولوا ان الله ثالث ثلاثة، لما يقولوا ان الله المسيح ابن مريم، لما يقولوا ربنا الهنا يسوع المسيح، وانا قاعد اقف واقعد معاهم او اهنيهم على الكلام ده مثلا. لكن انا قعدت معاه اقول له اتقي الله ولا تسفك الدم، اتقي الله وما تحاولش تحزب المجتمع وتنتقم من المخالفين لك. لو اقول كده يبقى انا جلست معهم وهم يخوضون، فضلا من دول مسلمين مش كفار، لان انا ما بكفرش مسلم انا عايش. عشان كده بدات بالكلمه دي ليه؟ لان القضايا المنهجيه دي بتاعت ان انت تكفر امتى وما تكفرش امتى، دي مساله اعظم من مسائل الوضوء والصلاه، لان مسائل اعتقاد، الصلاه عظيمه جدا، لكن مسائل الاعتقاد دي ده انت ممكن تاخد ذنب وانت قاعد. طبعا الصلاه اقصد يعني الفرض عين عليك لازم تعلمه ايضا زيها،
لكن بتكلم على مثلا تفاصيل النوافل وتفاصيل كثيرة في فقه الصلاة ربما لا تحتاجها مثل ما تحتاج عشان هتتكلم في مسألة الإيمان والكفر. هتقول ده فلان ده كافر وفلان ده حلال الدم. ما هو الكلام ده بيحصل يا إخوانا، إن في ناس بتقول على ناس مثلا كل جنود الشرطة وكل جنود الجيش كفار حلال الدم عشان كده بيقتلهم. الكلام ده مكتوب ومنشور، مش إن أنا بتهم بالباطل، لا ده ناس بتأصله وبيانات بتطلع ومعروف مين اللي بيقولوه ويكفرون احنا كمان، وبتجيلنا الرسائل من كل حتة وبيتقال في كل مكان. فالذنب ده ذنب كبير جدا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، رواه البخاري. وقال ولعن المؤمن كقتله. فانت في قضايا خطيرة جدا لازم تتعلمها علشان ما تقولش فلان واقف مع فلان اذا هو يواليه، اذا انت مش عارف يعني ايه الولاء والبراء. فلان بيتفاوض مع فلان يبقى ده من اوليائه، يبقى مداهن، يبقى خائن عشان بيتكلم معاه. مين اللي قال كده؟ هو من ضمن معاني الولاء اني اجلس، اني اتكلم، اني اتفاوض، اني ابحث عن صلح مع كفار، فضلا عن اناس ينتسبون الى الاسلام وينطقون الشهادتين، وكثير منهم أو أكثرهم يحافظ على الصلاة والصيام، وعندهم شبهات في قضايا كبرى وربما لم يعلموها، وربما الأمثلة العملية الواقعية التي قدمت لمن يقول بهذه القضايا، قضية الحكم الإسلامي، يقول لك كلها نماذج ما نجحتش. قضايا ما قدمتولناش نموذج ينفع يطبق في دولة في الواقع اللي احنا عارفينه، فعنده شبهات ما يعرفش يحلها. فأنا بقول أدي عنوان القضاء، دي بقت عنوان عند الناس وبياخدوهم يمين وشمال. يمين وشمال إزاي؟ يعني يقولوا لهم الناس دي الكفرة، الناس تقول كفرة، يقول لهم مسلمين يقولوا مسلمين، يقولوا عليهم خونة أولياء للكفار يقولوا عليه، يقولوا لا أنا مش كده، وهم كانوا بيعملوا أكتر منها. بل العكس، ده لو قلت لكم ان حاجات كانوا متفقين عليها مسبقا انها تتعمل علشان ما تجيش الاعداء ضدنا في المشروع الاسلامي، وكل لم يتم الوفاء به. المهم عناوين تانية زي قضيه الاعتقاد في الصحابه والامامه واهل البيت اللي هي مساله الشيعة، مساله ذات خطوره بالغه، منهج هيترتب عليه موقف اننا الناس دي أبحث عنها تكون بيني وبينها تحالف وموالاة ونصرة، أو أسمح لهم بالوجود، أو أتقوى بهم على من يخالفني، ولا دول مطرح ما نزلوا كانوا أعداء للأمة الرافضة والشيعة، دول تاريخهم السابق وتاريخهم اللاحق. الكلام ده مبني على إيه؟ ده مبني على منهج قضية الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط هذه المسائل، قضية القدرة والعجز، ما هو المشترط، متى يكون علي أن أجاهد ومتى يسقط عني القدرة والعجز، قضية الضرر والمصلحة والمفسدة، ما هي ضوابط المصلحة والمفسدة في الشريعة حتى أقول أقدم على هذا الفعل لا أقدم على هذا الفعل، قضية الضرر المتعدي، في ضرر ممكن يقع علينا من فعل معين، وفي ضرر مش هيقع علينا لوحدي، هيقع علي وعلى إيه؟ على غيري من المسلمين، على أهلي وعيالي وعلى جيراني وعلى إخواني وعلى عموم الأمة. ضوابط الكلام ده، أنا بجاوب على السؤال الأولاني اللي هو إيه؟ واجب الوقت، منهج التغيير. أنا اللي ما بجاوبش عليه دلوقتي بقول إيه الضوابط بتاعتها عشان أحثك على إن أنت تقول الله والموضوع ده فيه إيه؟ الموضوع ده إجابته إيه الصحيحة؟ يعني إيه قضية القدرة والعجز؟ يعني هل يلزمني شرعاً، وساعات هقول لك هل يجوز لي شرعاً إن أنا أخش في صدام أبقى عارف إن أنا سأقتل فيه بلا ثمرة؟ واللي ما يجيش معايا يبقى خذلني،
وهقول لك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان له موقفين، موقف في شبابه وموقف بعد الرسالة وبعد أن سمع كلام الله. الأولاني احنا عارفين فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءه ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ربنا قص علينا كيف أنجى الله موسى ونشأ في بيت فرعون مع إنه كان الدور عليه في الأكل. يعني فرعون كان بيطبق الكلام ده، وفي ظلم ما حصلش في التاريخ. أنت ما تقراش الآية تفتكر إن زيها بيحصل، ما تقراش الآية وأنت مش واخد بالك. حس كده لو ابنك يخشوا عليه ياخدوه من ايديك ويذبحوه بالسكاكين قدامك، وشوف ده حصل ولا ما حصل. عشان الموضوع كان ظلم قد ايه، حدش يقول ده اسوأ من فرعون، ده بيتقال كده ان فلان ده ايه فرعون اشرف منه. معلش فكر كده، وان بنتك انا بتخيل المنظر ده بشعر بايه، يعني ان بنتي ياخدوها عشان تبقى خدامة عند المجرمين الكفرة. وتخيلوا أمة نسائها وبناتها بلا رجال، هيتعمل فيهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم، يعني للخدمة والهوان وسائر بقى ما تعلم من حيحيوهم ليه، علشان يبقوا عبيد عندهم. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا إيه؟ وقومهما لنا عابدين. ده بيستعبدوا عابدين بيعبدوهم، وقومه لنا عابدين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يعني حاجة فظيعة جدا. وسيدنا موسى هو شاب لقى واحد قال عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته. إذا سيدنا موسى كان عنده إيه؟ شيعة، يعني شيعة يعني إيه؟ عوان. وهذا من عدوه. وسيدنا موسى تربى صح، أمه ربته سليم على إن دول إيه؟ أعداءك. وهم أعداء فعلا، أعداء الدين، كفرة مشركين بيستعبدوا بني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. لا بيتضرب، يتقاتلان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الحقني يا موسى. فركزه موسى فقضى عليه. العاطفة أخذ سيدنا موسى، ضربوا ضربة ما كانش قصده يقتله، ما كانش. النص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان. الله، إيه اللي من عمل الشيطان؟ إنه عدو مضل مبين. اللي عمله سيدنا موسى إنه قتل نفسا خطأ، إنه اصطدم في صدام ما كانش وقته، إنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ما كانش في أمر بالقتل في هذا الوقت. فترتب على ذلك أزمة. سيدنا موسى قال رب إني ظلمت نفسي، سمى هذا الفعل من عمل الشيطان. طبعا عمل الشيطان ليه الشيطان بيعمل كده؟ بيعمل كده عشان يدفع الدعوة اللي سيدنا موسى بدأ يقوم بيها، واللي بدأ يكون شيعة ويربي ناس على ان دول اعدائنا، هيعرضها للخطر. الشيطان بيدفع علشان تهيج الدنيا والناس تستأصل ويتقضى عليها. وعايز اقول لكم ان الغرب بيرتب لكده، رتب وبيرتب، يهيج دول ويهيج دول وخلصوا على بعض، واللي يخلص على حد احنا نخلص عليه بعد كده، وتدمر البلد مش مشكله والعياذ بالله. بدليل ان يبعتوا واحد لدول يقول له لا انت مش انقلاب عسكري، انا ما قلتش، ويبعت لدول يقول له لا ده انقلاب عسكري، احنا مع الشرعيه. يقولوا عايزين البلد دي، يقولوا الله مش انت اللي بتقولوا ان ده احنا مع الشرعيه، طب عايزين بلد يعني مش البلد يعني منقلب على الشرعيه؟ لا، طب خدوا اللي انتوا عايزينه بس وقفوا عليه. لا، القضيه اذا انا بقول لكم الشيطان احيانا يدفع من خلال العاطفه.
اقول لكم ده موقف اولا سيدنا موسى سماه سيدنا موسى ظلم وسماه من عمل الشيطان وقال عنه عدو مضل ايه مبين وسماه ضلال قال وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين صح وعلى احد القولين في تفسير قوله عز وجل ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين يعني مش هساعد الرجل ده تاني الله ده من شيعته والقول الثاني ان رغم اني ظلمت نفسي لكن مش هيدفعني ذلك ان انا اكون عون لاعداء الله الكفره لكن في قول حتى الشيخ سعيد جايبه في كتاب تحصيل الذات وما جابش القولين جاب القول ده بس اللي هو لن اكون ظهيرا للمجرمين مين المجرمين الاسرائيلي اللي من شيعته لماذا اصل سيدنا موسى قال له انك لغوي مبين لأنه حصلت المعركة تاني يعني معلش ركزوا معانا على الحتة دي إن دي أوصاف لفعل مين لمشكلة الصدام في غير وقته من عمل الشيطان العدو المضل المبين ظلم للنفس ضلال والذي يفعلها قال سبحانه وتعالى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يا أشد من البارح بتخناقة جديدة قال له موسى إنك لغوي مبين أكدها بإن وباللام يسموها اللام الموطئة للقسم وقال عن غويته أنها بينة غوي عشان كده البعض فسر سبيل لن أكون ظهيرا للمجرمين إن مين المجرم الغوي المبين وإن كان الأليق إن المجرمين دول مين الفراعنة لكن هذا الرجل غوي مبين من نص القرآن ومن دلالات الغواية شوف اللي انبرى لسيدنا موسى سيدنا موسى هتاخده العاطفة تاني فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال مين اللي قال الإسرائيلي لأن مين اللي شاف الواقعة بتاعت امبارح هو الوحيد هو كان سيدنا موسى وهو والراجل مات التاني مات قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ولما قال له إنك لغوي مبين افتكر أنه هيقتله هو عشان يخلص منه فرح جاي إيه مش مهم عنده أنه يطلع معلومات لا ومش مهم عنده أنه يتهم بالزور والباطل ويتهم غيره سيتهم نبي الله موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ده أنت ليس لك إرادة إن تريد إلا بأسلوب إيش أسلوب قصر مش كده إن الياماء نفي والاستثناء أسلوب قصر يعني ملكش إرادة إلا في إيه في الجبروت إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ما لكش إرادة في الإصلاح يا موسى أنت راجل عايز الفساد ده يا سبحان الله العلماء بينصوا بيقولوا إيه على إنك لغوي مبين يقولوا لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه يتخانق كل يوم مع واحد إيه ما يقدرش هو كافر ولا مش كافر الثاني الفرعوني دول كلهم ايه كلهم كفره دول مجرمين عباد اصنام وطواغيت وعباد فرعون والعياذ بالله ومع ذلك ما ينفعش كل يوم اتخانق مع واحد ما اعرفش عليه لازم احسب قوتي وقوه عدوي هذه من فقه الجهاد في سبيل الله وفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه الدعوه الى الله عز وجل ان انا اراعي المصلحه والمفسده أراعي قضية القدرة وليه؟ والعجز وقضية الضرر المتعدي أنا بقول هذه الضوابط قضية فقه الجهاد قضية تقدير قوتنا وقوة عدونا قبل ما أخش المعركة ده ممكن تبقى غواية إن أنا أخش المعركة دي ممكن تبقى من عمل الشيطان إن أنا أخش المعركة دي وبالتالي فلما تيجي تقول لي أصل أنت سبتني
خذلتني. هقول لك بقى ايه الموقف الثاني بتاع سيدنا موسى. سيدنا موسى طبعا اضطر بسبب الواقعه دي طبعا. الثاني اول ما سمع كده الفرعوني ساب الاسرائيلي وراح ايه بلغ، واتعقد مؤتمر فوري وقرار مباشر والحقوا نفذوا دلوقتي. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج. العلماء بيقولوا ما خدش معاه زاد، ده خرج من هنا وهم جم من هنا، بس خرج سيدنا موسى. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ومشى سينا مشي على رجليه، اضطر انه يقعد 10 سنين. توقفت الدعوة الموسوية خلال هذه المرحلة بسبب هذا الفعل الطائش من الايه؟ من الاسرائيلي الذي من شيعة موسى صلى الله عليه وسلم، بس غوي مبين. ورجع سيدنا موسى بعد كده، وقع ما ذكر الله عز وجل، وأقيمت الحجة ورجعت الدعوة مرة تانية. سماها قوم فرعون ايه؟ فسادا. سيدنا موسى سابهم يعبدوا اللي يعبدوه وهو شغال. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. عايزك تشوف موقف سيدنا موسى الجديد قصاد نفس، لا قصاد أشد من الموقف اللي شاف فيه الإسرائيلي. صح، ده كان الإسرائيلي كان بيعمل ايه؟ معركة. المرة دي بيقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. كان جواب سيدنا موسى، قال عز وجل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بنو إسرائيل بيحبوا خطاب المظلومية. المظلومية، اتقتلنا، اتضربنا، اتأذينا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتي ومن بعد ما جئتنا، احنا في أزمة مش بعيدة، احنا اتضربنا، احنا اتقتلنا، احنا اتبهدلنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الله، يعني محاولات الاستفزاز دي أدت إلى أنه يقول لهم اطلعوا قتلوا الفرعنة. هيحصل إيه لو قتلوا الفرعنة؟ هيستأصلوا مرة واحدة، بدل ما يبقى قتل الأبناء يبقى قتل الأبناء والأباء والآباء والأجداد والأمهات. ما هو في مرحلة معينة إذا فيها مواجهة غير محسوبة يبقى في استئصال. طب يا اخوانا قدروا الموضوع ده وشوفهم، علشان ما حدش يقول ان سيدنا موسى خذل ايه؟ خذل بني اسرائيل. سيدنا موسى علم وهداه الله اكثر مما كان قبل ذلك، وعلم سنة الله الكونية وان كل حاجة لها وقتها، وان احنا نعرف ازاي المطلوب خصوصا بعد نزول التوراة اصبح نزول العذاب من الله عز وجل لأمم مكذبة وكافرة، إنما هو من خلال عمل المؤمنين. وعمل المؤمنين بسنة كونية لازم تتحسب. بدأ في قتال، أول أمة أمرت بالقتال بني إسرائيل، وأمروا بالقتال وما نفذوهوش، قالوا اذهب أنت ربك فقاتله. بس خد بالك إن في مرحلة كان فيها استعينوا بالله واصبروا، مش كده؟ وفي مرحلة تانية ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لما بقوا ايه بقى لهم كيان وقوه. والرسول صلى الله عليه وسلم طبق الكلام ده فعليا، كان بيمر بآل ياسر ويقول لهم ايه صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه، وشوفوا بيتعذبوا. ومرحله ثانيه خرج الى عدوه ونفذ وقاتلوا في سبيل الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ونفذ مرحله ثانيه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كلها بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بناء على موازين القوى في الواقع. التوكل على الله هنا وهنا وهنا، في المرحله دي والمرحله دي والمرحله دي. بس انا اخد من السنه والسيره انهي مرحله بناء على ايه؟ بناء على ان عندي توكل على الله اروح جاي داخل في الحيطه اللي قدامي، ولا 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 احسب قوتي وقوه عدوي وانظر في ادله الشرع. الشرع قال لي ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يبقى أنا قبل ما أخش المعركة أجتهد أن أنا أعمل إيه؟ أحسب قوتي وقوة عدوي. لقيتها فيه لخبطة وغلط في حساباتي والموضوع مش هيجي، أرجع زي ما مين عمل؟ خالد بن الوليد. الثلاثة حسبوها لقوا في إمكانية إن إحنا ننتصر رضي الله تعالى عنهم، ومأجورين وشهداء عند الله، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. خالد بن الوليد حسب صح بعد ذلك لما مسك الراية، والحساب ده الرسول صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ فتح. فقال فأخذ الراية خالد ففتح الله على يديه. الفتح ده كان ايه يا اخوانا؟ كان الرجوع، كان الانسحاب، قدم واخر وجاب ميمنه ميسره وميسره ميمنه وتراجع بالجيش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بل انتم العكاوون، مدح خالد باربع اوصاف: السيف من سيوف الله، وقال فتح الله على يديه، ها، وقال بل انتم العكاوون ان شاء الله. مدح ومدح بالغ في كونه انسحب بالجيش، ولا ده جبن، ولا ده تضيع للقضية. نشوف موازين السياسة الشرعية اللي أنا، لأنه لقى 3000 قصاد 200,000 من الروم، أمر لا يحتمل معه استمرار القتال. الحاجات دي يا أخوانا ده شرع ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، مش تخذيل ولا خذلان ولا تضييع، ولا ان هو جبن، ولا ذل وهوان، ولا خنوع. لذلك نقول ده كله ده موجود، مكتوب، ابحاث موجوده، وفقه لازم يدرس. حضراتكم درستوه القضايا دي، فقه الجهاد في سبيل الله، محاضرات، اولا بحث كان انتشر ايام ما كان واقع اقل سوءا من هذا في الثمانينات والتسعينيات. البحث ده انتشر في مجله صوت الدعوه لما كان الجماعه الاسلاميه بتحارب الحكومه، والجهاد وتفجير هنا وقتل هنا واغتيال هنا، وكنا احنا والاخوان بنقول اللي بتعمله ده لا يجوز. ليه لا يجوز؟ هو كان امن الدوله على حق واحنا على باطل، ولا كنا احنا على حق وامن الدوله وحسن مبارك على باطل؟ الموضوع مش بس حق وباطل، الموضوع ده فيه ايه؟ وسيدنا موسى كان على حق، والاسرائيلي كان على حق في المنهج، بس على غلط وعلى عمل الشيطان في الايه؟ في المصادمه في غير وقتها، صح؟ وفرعون وجنوده واتباعه كانوا على باطل، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية. عمر قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إيه الدنية دي اللي سماها عمر؟ الصلح. الصلح اللي ربنا سماه إيه؟ مش دنية، سماه إيه؟ فتحا وإنا فتحنا لك فتحا مبينا. ده صلح، وكان مليان جور على المسلمين. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليه، قال له ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. طب دي حاجه فيها ايه يعني؟ حتى مجامله سيبها. لا، فالرسول يامر بمحي بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم، محاها علي وكتب باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، كتبها عليه. فقال له سهيل ابن عمرو: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال علي: والله لا أمحوك. علي فتاني جدا وحاجة تغيظ. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه يوريله مكانها رسول الله، ومحى ايه؟ رسول الله، وكتب محمد ايه؟ ابن عبد الله.
وزياده كمان ترجعوا السنه دي ما تخشوش الكعبه. ده انتوا بتسمحوا للعراه انهم يخشوا الكعبه، بتسمحوا للمشركين عباد الاوثان انهم يروحوا يعملوا عمره وحج، والمسلمين اللي هم اولياء بيت الله الحرام بجد تمنعوهم؟ لا، لا تتحدث الناس ان اخذنا ضغطه. لازم ترجع السنه دي. دي ما كانش الصحابه مستحملينها، كان حصل لهم وكانوا خدوا بيعه على الموت، يعني كان المعركه كانت ممكنه، لان الرسول ما كانش هيخش معركه فاشله 100%. المعركه كانت ممكنه بس كان في مصلحه اكتر في الصلح، وكان في مفسده في الدخول، فيها انتهاك حرمه البيت في توقيت لم ياذن الله فيه. عشان كده الرسول قال: والله لا يسالوني خطه يعظمون بها حرمات الله الا اجبتهم اليها. وقال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. يعني في ناس بيتعذبوا من المستضعفين من المسلمين، بس ممكن يتقتلوا لو دخلنا وهجمنا، فما حصلش لسه الانفصال والتزين مزايلة. عشان كده أجل الصدام، وكان أجل لمصلحة الإسلام والمسلمين، لمصلحة الدعوة إلى الله. وأشد من كده في الشروط الجائرة اللي هي فتح مبين، اللي في الصلح الذي هو الفتح المبين، أشد واحدة فيهم: وأن من جاءك منا ولو على دينك رددته إلينا، ومن جاءنا من عندك لم نرده إليك. هذا الظلم، ظلم والله. وهو في الواقع ده ولسه ما كتبوش الشرط ده، جاء أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده، بيجرجر القيود. زمان بقى كانت القيود عبارة من حط تقيلة في رجله وفي إيده، وتخيلوا حر مكة أشد من الحر هنا، مش كده؟ مفيش مراوح، ومشى بيجرجر في رجليه وإيديه 17 كيلو تقريبا. الحديبية جنب الشميسي، وفضل طلع من محبسه وهرب قد ما يقدر، وعمال يجرجر فيهم ال 17 كيلو دول في الحر ده، لغاية ما أول ما وصل رمى نفسه بين المسلمين شاهدر. فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه، ترجعه لي ابني. فقال: إنا لم نقضي القتال بعد. فقال: والله لا نقضيه، مش هنخلص، هنلغي القتال، والله لا أعاهدك ولا أعاهدك، فهبه لي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: طب ادهوني بعيدا عن البداء ده استثناء، والله لا أهبه لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يأمر بكتابة الشرط ويرد أبا جندل، يقوم يقول أبو جندل بيستعطف المسلمين: يا معشر المسلمين، كيف أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ أفتنوا في ديني؟ الصحابة ما كانوش مستحملين المسألة دي. بيقول لهم عشان كده: اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. مش قادرين، بس متعودوش يردوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بس شوف الدين، وأنت ما أقولك ده الرسول بيجي له وحي وأنتوا بيجيلكوش الوحي. الوحي ده نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا السياسة الشرعية، زي ما بيعلمنا الحلال والحرام والصلاة والصوم والزكاة، بيعلمنا السياسة الشرعية إن في موازنات معينة تحسبها. وعشان كده قلنا قاعدة كبيرة اسمها المصلحة والمفسدة، ومناهج للتغيير لازم تدرسها. الحاجات دي كانت اتعملت، بقول لكم المقالات دي، الأبحاث دي نزلت في صوت الدعوة في الثمانينات في التسعينات، أيام ما كان الصراع على أشده، وكان هناك كل يوم حوادث، والبلد كانت في خطر، وكنا إحنا والإخوان بنقول للإخوة في الجماعة الإسلامية وفي الجهاد اللي بتعملوه غلط، وما قالولناش ساعتها خذلتونا الاخوان، ما خذلتوا المسلمين، او انتم عملاء لاعداء الدين،
يبقى هم كانوا اعداء هم كمان معانا. ما انتوا كنتوا بتعملوا، لا ده احنا كنا ما بنقولش عليهم ارهابيين، وانتوا كنتوا تقولوا ارهابيين، وانتوا كنتوا تقولوا عمل دي عمل ارهابيه. كنا بنقول احنا بنقول لا دي خطا وغير جائزه. فاكر انا مره الشيخ سعيد خطب خطبه شديده في فلن اكون ظهيرا للمجرمين، وجاب الوجه الوحيد في التفسير، حتى قلنا للشيخ لا ده في وجه تاني يا شيخ، وبلاش انك انت تقول عليهم مجرمين لان هم مخطئين، وبلاش انك تقول عليهم مجرمين اللي هم الاخوه بتوع الجماعه وبتوع ايه الجهاد. مع ان يعني لما دخلت السجن امن الدوله بيقولوا لو بتوع الجماعه الاسلاميه عرفوا قتلوا مننا قد ايه كانوا استمروا في القتال، بس ربنا قدر انهم عملوا مراجعات. يوم ما دخلنا السجن جابوا لي المراجعات دي، ما كنتش افتكرتش اتنشرت لسه، فجابوها لي فلقيتها هي المقالات بتاعت الامر بالمنكر متاخده منها من نفس المصادر بتاعتها، منها هي مباشره ما اعرفش. فقلت لهم دي الاخت الكبيره بتاعت مراجعاتكم، اكبر منها ب 14 سنه، يعني معموله من قبلها ب 14 سنه، ان احنا ده موقفنا من ايام احداث 81، عشان تقولوا خذلنا ولا ما خذلناش. لان انت اللي بيقدر وبيتخذ القرار ما عندوش علم شرعي يؤهله لذلك، وللاسف ان اللي عندهم علم شرعي تركوا الامر لمن ليس عنده علم، واتخذت قرارات اديكم شايفينها ولسه بتتخذ لغايه النهارده. ونقول لهم نناشدكم بالله، نناشدكم بالله، اسمعوا نصحنا مره واحده واتخذوا القرار الصائب في الوقت المناسب ولو مره واحده. نناشدكم بالله ابقوا على انفسكم، ابقوا على اخوانكم وابنائكم وابناء المسلمين، لا تعرضوهم لسفك الدم بهذه الطريقه. ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك ما تقول التانيين، طب ما انا قلت لهم التانيين والله العظيم قلت لهم، بس القضيه ان انت داخل في معركه بتقول ياخد كله يبقى صفر، فالتاني داخل هو الاخر ياخد كله يبقى ايه يبقى صفر، وخلاص انت اللي قلت كده. ما تقولش الواحد دخلت معاه في صدام ومعركه استعمل معايا قوتي، ما تستعملش قوتك، هيستعمل قوته هو مش هيستعمل قوتك انت، انت حسبتها غلط انت اللي هتشيل. فاكرين الموضوع هو عدد بس مقالات كنت كتبتها في هذه الاحداث، قلت قوة الإسلاميين على بعضهم وصاد القوى الأخرى اللي تحسبوها صح بقى، تحسب جوه وفي المنطقة وفي العالم، وتعالى شوف كده الصراع ده كده صح ان هنخش ولا لا. تعالى شوف جوه جيش شرطة، جيش من بلطجية، دولة عميقة، رجال مال، رجال إعلام، قضاء، كل دول عايزين يوقعوك. ها؟ زاد عليها ان الشعب كان بيتعاطف معانا، بدليل ان كل دول كانوا موجودين والاعلام كان بيقطع فينا، وفي استفتاء 19 مارس خدنا اغلبيه 77. افكركم كده، هو الناس قرت الاعلام الدستوري بتاع 19 مارس كويس؟ امال قالوا نعم ليه؟ عشان غزوه الصناديق، صح؟ ثقة في مين؟ في الإسلاميين؟ في المشايخ اللي قالوا لهم الإعلان ده حلو عشان فيه مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، صح؟ والناس عطتنا الثقة في الانتخابات، صح ولا غلط؟ رغم إن الإعلام كان بيقول دول كويسين، والناس عطتنا الثقة في انتخابات الرئاسة ونسبة أقل، وعطتنا الثقة في الدستور بالتلتين. المرة دي قلنا لهم يا اخواننا الوضع مختلف، الناس اتعضت في لقمة عيشها، عشان كده بنقول المعركة دي
الناس مش داخلها ضد الإسلام. في ناس ضد الإسلام بس أكترهم مش داخلين ضد الإسلام. ما تخلوش الناس كلها تبقى ضد الإسلام تبقى ضدك أنت، تبقى ضد الإسلام. لا يعني هي خليها ضدك أنت ما تبقاش ضد الإسلام. المهم إن النهاردة قلنا لهم يا أخوانا في خطر يوم 16/6 ده، قلنا لهم في خطر حقيقي. قالوا لا دي مظاهرة رقم 25 وهتعدي. ولما الملايين فعلا ملايين، أنا بقول لك ملايين دي من جبتها منين؟ أي ما كانت من الإخوة اللي هم في كل المحافظات، قالوا الأعداد مهولة. قلنا لهم يا أخوانا أصبح هناك ظهير شعبي لهؤلاء. الحاجة الوحيدة اللي كانت باقية معانا، أيوة أنا عندي ناس بتوعي ما أنا عارف، بس قصادهم أكتر منهم فضلا عن القوة دي كلها. والقوة الحقيقية في الشرطة والجيش وجيش البلطجية، صح كده ولا غلط؟ وعندك دول إقليمية، الدول العربية كلها معاك ولا ضدك؟ ضدك. الدول التانية واقعة في نفسها، السودان واقع في نفسه، وليبيا واقعة في نفسها، وتونس واقعة في نفسها، واللي لهم فلوس ضدك بلا شك، بيصرف على الآخرين من الآخر. والعالم تفتكر بقى العالم الغربي أوروبا وأمريكا عايزين نصرة الإسلام زي ما البعض في على النص الرابعة قالوا الأسطول السادس يتجه إلى السواحل المصرية. الله أكبر، الله الله، إيه أنت إيه؟ مع إن وجيشك مش زي الجيش السوري قطعا ويقينا، ده الجيش السوري قيادته كلها علوية فاجرة كافرة عايزة تدمر، يعني تدمر الشعب السوري نفسه. وأديك شفتوا عملوا إيه في الكيماوي وقتلوا قد إيه. والبعض كان بيقول لك إيه يعني لما نخش في المسار السوري، يعني الشعب السوري لغايه النهارده عدد القتلى من 100 ل 150 ألف، غير المفقودين من الأسرى، غير الجرحى الذين لا تحصيهم كثرة. انت مستعد تخش في هذه المعمعة؟ انت عارف المسار الليبي اللي فقد الناس فيه 70 ألف قتيل بالنسبة لعدد سكان الشعب الليبي اللي هو 5 مليون، عندنا يعمل كام النسبة دي؟ تعمل 13 مليون. سمعت احد الشيوخ في يوم من الايام بيقولوا ايه يعني لما تقتلش عادي تقتل 10 مليون يتقتل 10 مليون؟ انت عارف تقول ايه؟ ده من كان اللي بيعيده حازم المسمعي. ايه يعني لما تقتل 10 مليون في سبيل قوة الدولة الإسلامية؟ انه هو هيبقى في دولة اصلا عشان تبقى إسلامية بعد ما تقتل 10 مليون من الشعب؟ هو انتوا مش متخيلين يعني ايه 10 مليون؟ يعني كل 9 مننا هيتقتل منهم واحد. انا مش متخيل لما يكونوا بقى على المسار الليبي اللي انتوا عايزين تدفعوا البلد ليه من الفوضى والخراب. وليبيا اتلحقت بس مش مدفوعه دلوقتي عشان السلاح اللي في ناس بتشيله وتصطدم بيه صدام. لو تعرف تحسمه كنت حسمته، بس انت المهم تخش بالسلاح ما ينفعش. ما انت مش هتضرب المقروضه الدبابه، احسبها، احسب كل القوه دي. عشان لما انا قلت في يوم من الايام في مقال ان القوه أقل من 1 لـ100، قال لك ده أنت بتقول إن المؤيدين لمرسي 1%. لا أنا بقول لا، أنا قلتش كده. أنا عارف الناس المؤيدة مرسي كتير، بس أنا بتكلم على قوتهم. الموضوع مش في عدد اللي بينزلوا فقط، اللي أنت مصر لغاية النهاردة أنك أنت تعمل الموضوع ده، أنك أنت تقول أنا عندي حشد كبير. زي واحد بعت يقول لي يعني لو خرج النهاردة في 30/8 الملايين اللي زي اللي خرجت في 30/6 تنصح الرئيس مرسي، تنصح السيسي بالاستقاله زي ما نصحت مرسي؟ فقلت له في الجواب لو كان الجيش والشرطه والمخابرات والبلطجيه والفلوس رجال المال والقضاء والاعلام ضد القياده الحاليه ونزل عدد اقل كنت هقول لهم استقيلوا. كنت اقول لسيسي استقيل وما تخربش البلد اكتر من كده. لكن عدد بس وقصاد القوى التانية كلها. ولا انتوا مش معايا ان القوى التانية دي موجودة فعلا؟ القوى التانية دي مع الاسلاميين فعلا؟ يعني انا مش متخيل اللي بيتخذ القرار جاي له تقرير شكلها ايه عشان يقول له ان الناس العزل ولو كان معاهم سلاح فسلاحهم يشبه انه اعزل، لانه سلاح ما يجيبش الا انك تخرب البلد بقى، تعمل تفجير هنا، تعمل زي ما بيعمل في سيناء
وتفجر بقى اي حاجه في اي حته، مش هتنتصر بذلك، ده انت هتستجلب البلاء على العمل الاسلامي اضعاف مضاعفه. يقول لك ده خلص عليكم. انا قلت لكم سنه 94 كان في اتجاهين داخل الداخليه، واحد بيقول خلصوا عليهم في السجون وبداوا تنفيذه فعلا 4 سنين، واتجاه تاني كان يقول لا لازم حوار ما ينفعش نخلص عليهم، وكانوا 50,000. فانت تخيل ان في حرب اهليه تخش للقضاء على الاسلاميين والعالم هيبارك. اقليم سوات في باكستان، حد عارف اقليم سوات ده فين؟ قصدي يعني ايه اللي حصل فيه؟ اللي حصل فيه عارف انت حضرتك. اقليم سوات ده عمل اتفاق مكتوب مع الحكومه الباكستانيه باقامه الشريعه الاسلاميه، والغرب رفض وضغط على الجيش الباكستاني، عملوا حرب إبادة، دمرت عاصمة الإقليم تماما، اتقتل 200,000 وتهجر 2.5 مليون لإلغاء هذه الاتفاقية، واتسجن من اتسجن، والعالم ما حسش. صح ولا غلط؟ والعالم يبارك وما فيش أي حركة، لأن أهم حاجة عندهم القضاء على سيارة. أقول لكم كان مطلوب إيه عند الغرب؟ كان المطلوب هم مستغربين، هو حزب النور عمل كده ليه؟ دعوة السلفية إيه اللي خلاها تتخذ القرار ده؟ لأن كان أمنيتهم، أنا أجزم لكم إن أمنيتهم إن هم خلوا السنين كلهم يتحطوا في بوتقة واحدة، وخلي الجيش يخلص عليهم، وبعد كده نحاكم الجيش، نحاكم الجيش على إن هو ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية، ونكسر القيادات دي كلها وتخش السجن، والجيش المصري نفسه يبقى خلاص يضيع الجيش المصري وينقسم، ويطلع ناس تانية تبقى موالية تمام الولاء للغرب، ويبقى ما فيش جيش حقيقي في البلد في المنطقة كلها غير جيش إسرائيل. تحط رجل على رجل من غير ما تتكلم، بتشاور بس كده، اعملوا لازم يعملوا. أنا يا أخوانا المراهنة على انقسام الجيش المصري، وعشان كده ناس زعلانه ان بيقول الدكتور نزول الجيش المصري خط احمر، ان احنا لا نرضى بانقسام الجيش المصري حتى ولو في ظلم وفي عدوان وفي بدر، لكن انقسامه معناه ضياع الشعب المصري كله والدعوه الاسلاميه من وراه. ولذلك الموقف ده اخوانا موقف مبني على تاريخ، وموقف مبني على أدلة شرعية، وقلت لكم الأدلة الشرعية ده دليل واحد اللي هو قصة سيدنا موسى، وعايزكم ترجعوا لفقه الجهاد وفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر تدرسوها. وعشان كده برجع لكم الإجابة في السؤال الأولاني اللي هو إيه الواجب في المرحلة دي، وده أول واجب عليكم اعملوا. الشيخ المعطي هيعمل دورات في دراسة هذه القضايا في الإيمان والكفر، في الولاء والبراء، في مناهج التغيير، في فقه الأمر والنهي عن المنكر، في فقه الجهاد في سبيل الله، في العمل الجماعي، علشان ما يحصلش اللي حصل في واقعنا الأليم ده، إن كل شيخ بيقول كلمة، شيوخ كتير أفتوا للناس انزلوا، وبعضهم رجع وبعضهم ما رجعش وبعضهم سكت، والقضية نعمل إيه؟ احنا هنختلف قطعا ويقينا، واحنا بصمه واحده، عقولنا واحده، لا يمكن. اللي هيفتي في واقع لازم يكون عنده حاجتين، لازم عنده علم بالشرع، ولازم يكون عنده علم بايه؟ بالواقع. لانه لو كان عنده علم بالشرع بس وجايله تقارير غلط هيتخذ قرارات ايه؟ غلط. ولذلك بزعل قوي ان حد من الشيوخ ما يرضاش يقعد ولا يسمع وبعدين يطلع كلام، لانك لازم تعرف ايه اللي حصل وايه اللي اتقال والمفاوضات وصلت لفين وعملنا ايه وما عملناش ايه. والكلام ده عمره ما هنقوله للناس كلها في كل في على الملأ، مع ان احنا اضطررنا ان احنا نطلع جزء منه في اجتماع مجلس الشورى العام للدعوه السلفيه مع الهيئه العليا. المهم ان الاجتماع ده مسجل وموجود على موقع انا السلفي، ومحدش بيقراه برضه، محدش بيسمعه، عشان تعرفهم عبر السنتين ايه اللي حصل وايه المواقف وليه اتخذنا المواقف دي.
بقول بزعل ان الشيوخ ما يردوش يسمعوا وياخد موقف. ياخد موقف بناء على معلومات واخدها منين؟ واخدها من الاعلام، واخدها من النت، واخدها من القريبين منه اللي بيجيبوا من الاعلام ومن النت، او بيجيبوا من مصادر علم كذبها. بقول هو يحسن بها الظن ان الاسلاميين نصدقهم وهم ياتون بالكذب. على الاقل بيكذبوا علينا. انا شفت ازاي بيكذبوا علينا. انت قلت انت رحت اتفقت مع شفيع على كذا وكذا وكذا، وهم ولا كانوا حاضرين ولا في تسجيل، لان التسجيل هيطلع زي ما قلت وزي ما الراجل قال. وقالوا ايه؟ اصل انتوا متفقين مع المخابرات السعوديه اخذتوا 150 مليون دولار. الله الله الله، وانت كنت حاضر القعده؟ يا سبحان الله، اختلاق لهذه الدرجه. ولكن انت اخترعت الموضوع والشيوخ اللي بينلوها، ويقول لك اصل هم خدوها باسم حمله الشيعه. العلم حمله الشيعه انا بتكلف، كان كل الناس بتعمل مؤتمر، هي اللي بتصرف على المؤتمر، ان بيصرفوا 10,000 جنيه يجيبوا فراشه لاي حاجه، وهم اللي بيدفعوها وبيجيبوها من ناس طيبين من عندهم، مش ان احنا الدعوه اللي صرفت عليه. ومهما كان ده ولا يجي حاجه، يعني المصاريف لم تصرف عشان تقول ان انت بتاخد 150 مليون دولار بالكذب والزور والبهتان. لا، ده انت اللي بتكتب بيانات الجيش. ده البيان ده انا شامم ريحه حزب النور فيه. واحد تاني يطلع يقول لك لا ده ياسر ابراهيم اللي كاتبه. ده انا عندي ادله ان ياسر ابراهيم اللي كاتب البيان، والله ما كنت شفته، كنت في العمره ساعتها. فعرفت ازاي بيبقى في كذب صريح. واخرها الكذب. ومين اللي نشره؟ اتحاد علماء المسلمين. يقول لك ده ياسر برهامي مصور فيديو للشؤون المعنويه في قتل المتظاهرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. زي بتاع علي جمعه وعمرو خالد. واخد بالك؟ طب ما حدش سال كده، هو فين الفيديو ده؟ ما تطلعوش، ما انت طلعتوا التانيين مش كده؟ مش الثلاثه اللي سجلهم طلعتوا لهم؟ طب حاطين اسمي فيها ليه؟ شفتوني؟ سمعتوني؟ حضرتوا معايا وانا بسجل؟ وانتوا تسموا نفسكم علماء مسلمين؟ علماء مسلمين يتبعون الظن الذي هو اكذب الحديث. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وتتنشر في كل المواقع. وشوف بقى مين اللي هيسمع التكذيب ومين اللي مش هيسمع. ما هو والاعلام الليبرالي يكذب اشد. يقول لك الشيخ ياسر بيقول لابد من الالتفاف حول قيادة السيسي. طب انا والله ما قلت ذلك. انا بقول الجيش في عدة قوة موجودة. موجودة على الساحة افكار. في علمانية متطرفة زي نمنم. يقول لك انت ما رديتش على نمنم ليه؟ قلت لهم عشان هو نمنم. ما ردش على نمنم عشان هو نمنم. وفي قوة علمانية اقل تطرفا. زي حزب الوفد. كنت فاكر زمان انا ان افظع علمانيه حزب الوفد. طب طلع حزب الوفد ده بالنسبه لغيره ده بيتحاور معانا. وفي مدرسه وفي اشتراكيين ويساريين وفي مدرسه قوميه. وبقول المدرسه القوميه دي الدين عندها جزء من مكون الشخصيه وليس هو المهيمن على الشخصيه. وبقول كده صراحه. وده بنختلف معاهم فيه. والجيش من ضمن هذه المدرسه. أم طلع بقى إن أنا بقول للناس التفة حول قيادة السيسي. أنا بقول إن هذه المدرسة هي أقل المدارس ضررا وكراهية لإيه؟ للإسلام. بالعكس ممكن دول ما بيكرهوش الإسلام. إذا كانوا كرهوا حد فعشان بينافسهم على السلطة من آخر. ماشي؟ لكن التانيين منهجيا وفكريا حاقدين على الإسلام اللي هم المتطرفين العلمانيين واليساريين الشيوعيين. طبعا دول ما عندهم دين أفيون الشعوب، بس مش كلهم بدرجة واحدة. بس بيكرهوا كره شديد جدا. ولو يتمكنوا يقول لك اذبحوهم. وفي كل المؤسسات نوعيات من دي كلها بما فيها الجيش والشرطه. فالمهم بس انا بتكلم على كمؤسسه دي منتميه الى التيار القومي اللي المقدس عنده الارض. ابوله مختلف معاهم فيها. ولكن بالنسبه لامر الدين أقلهم ضرراً على الدين ومعاداة للإسلاميين. واجب الوقت تاني بقول لكم القضايا دي
ما ينفعش. اولا خدوا بالكم بقى بتوع القهاوي بيتكلموا فيها صح ولا غلط، واللي في سنه ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي بيتكلموا فيها، واللي في ثانوي وفي جامعه والناس في البيوت والستات والرجاله كله بيتكلم صح ولا غلط. طب ينفع يا اخواننا تتكلموا في هذه القضايا الخطيره جدا في الدين، في التكفير والولاء ومناهج التغيير والفقه الجهاد والامر بالمعروف وكل القضايا اللي قلت عليها دي وانتوا ما درستوش؟ طب انا اخد منكم وعد الان بان الدوره دي كلكم تبقوا حاضرينها، هنجيب لكم اخوه افاضل درسوها وهم للحقيقه اللي درسها من التسعينات هو اللي واقف معنا دلوقتي فيها، هو اللي فضل مواقف واقف على موقف الدعوه لانه هو موقف فاهم القضايا برسوخ. تدوني وعد ان انتوا تحضروها ولا هنلاقي 30 40 واحد بالكثير؟ ده كويس 30 40، لان انا شايف الدروس عامله ايه. امن الدوله هترجع هتاخد المساجد مننا. طب اخبروني يا عباد الله بتعملوا في المساجد، انتوا بتصلوا وتمشوا، ما هتصلوا وتمشوا بظل امن الدوله؟ امن الدوله ما تقفلش الجامعه خالص، بس انت زعلان على الدروس وانت حضرت الدروس. ما انت لو كنت حضرت الدروس كنت عرفت، لكن انت ده الدروس ما بتتمش عشان الناس بتزهق. الشيخ محمود عمل في مسجد التوبه درس لغايه ما بقى واحد بس اللي بيحضر، توقف الدرس بعدها. تخيلوا لما الشيخ محمود عبد الحميد يعمل درس في المسجد والناس تسيبه وتمشي، يحضر معاه 3 4 2 5 7 لغايه ما حضر واحد بس فقال لهم خلاص، لا خلاص تعالى انت اسمع الدرس في حته ثانيه. انتوا معرضين عن الدرس، يعني بيفتوا في القضايا الكبرى بان هم ايه، وللاسف فين العلم؟ عايز اعرف. ف يا اخوانا اشكروا نعمه الله بهذه المساجد وهذه الدعوه اللي انتشرت الانتشار ده في فتره 35 سنه تحت قصف ابشع نظام بوليسي تعامل حسني مبارك امن الدوله، وانتشرت بفضل الله بالمنهج، بفضل الله بهذا المنهج. فما تضيعوهوش وما تعرضوهوش لمخاطر. تعبانين انا عارف الاخوه الملتحين دلوقتي بيوقفون في الكماين، بس لغايه النهارده بيوقفوك في الكمين عشان يفتشك ويشوفك معاك ايه، عشان هو عنده فكره مش بيفت مش الاغلب الاعم بيعديك بعدها. طب نعمل ايه مع البلطجيه اللي بيوقفونا؟ بقول له ابتسم، الاخ بيسالني بقول له ابتسم وسلم عليه. انا اجزم لك ان 99% هتكسب الراجل، ويرجع ان الشيخ الملتحي له وجاهه ومنزله وهيبه عند البلطجيه زي ما كان زمان، بدل ما هم النهارده بيهاجموا الملتحين على حس اللي حصل. والاخوه مظلومين، لان الحقيقه ان صحيح ان عدد من الملتحين راح، لكن اكثرهم بحمد الله ملتزمين بقرار الدعوه، وقرار الدعوه باذن الله نسال الله ان يجعله في ميزان الحسنات. عايز اقول باختصار واجبات اخرى في هذه المرحله 5:30، واجب الذكر والدعاء والعباده. نقترب من الله عز وجل. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. الذكر، الصلاه، الصوم، العباده، الدعاء، امور عظيمه في هذا الوقت. تضيع العمر في المناقشات السياسيه دون طائل خليها اعرف بس بلاش تحليلات كتير، لان معلوماتك في الاخر جايه منين؟ من بحر الكذب اللي فيه سمك، بس الميه قد ايه والسمك قد ايه؟ البحر من الكذب وفي بعض الاسماك. فاهميني قصدي؟ يعني الاعلام هو بحر الكذب وفي بعض الحقائق لكن قليله. نمرة 3 من الواجبات الخلق والسلوك. السلوك ده حال القلب مع الله، والخلق في التعامل مع الناس، الكلمة الطيبة، الرفق واللين بدل السب والشتم.
قروني امبارح يعني بيسموه ايه بوست ولا مش عارف ايه تعليق على واحد معادي مخالف شاتم شتيمه باللي هي يعني ويقول اللي بيعبدوا برهان ومع ذلك للاسف الشديد ان هم احسن ناس اخلاقا. ده انا بقى بمرمط بكرامه فلان الارض ومع ذلك اقصى هيقول اتقي الله وما بيشتموش بخلاف صفحات تانية بتشتم الاب والام. شهاده طيبه من مخالف غفر الله له على الشتيمه اللي شتمها. ولكن بقول للاخوه حسن الخلق في المعامله مع الناس ضروره من الضرورات لتعويض الخسائر الدعويه والمنهجيه اللي فقدناها عند الكثيرين. سلموا على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اولا ادلكم على شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم؟ افشوا السلام بينكم. سلموا على الناس وانتم رايحين وانتم جايين، هتكسر حاجز كبير اراد الاعداء ان يضعوه بيننا وبين المجتمع، واراد الجهال ان يجعلوه بيننا وبين المجتمع، واراد اهل البدع الذين يكفرون هذا المجتمع ان يجعلوه بيننا وبين اهلنا الذين هم ابناء الاسلام وراس مال الدعوه. مجتمعنا ده مش كافر زي ما ناس اهل البدع والضلال بيقولوا، عامه فيهم كفار من عارف وفيهم اعداء للدين، بس دول نذر يسير بالنسبه الى عامه المسلمين المحبين للاسلام. لازم نستغل ده ونرجعهم يحبونا تاني ويحبوا الدين وياخدوه من عندنا. ياخدوه من عندنا مش عشان حاجه، عشان احنا اللي بنقولهم قال الله وقال الرسول بالادله. ومهمه اخرى اللي هي مهمه الدعوه الى الله، انطلقوا في كل مجال في الدعوه الى الله عز وجل، فرصه ما زالت مفتوحه. الاخوه قاعدين يقولوا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، يعني بقى خايفين انهم يعملوها، يعملوا مثلا لقاء ودوره وبتاع. بقول لهم ايه؟ واحد يقول لك لو يعني في حرامي على الناصيه ارمي الفلوس اللي في جيبك في الترعه لحسن الراجل ياخدها منك. اعمل كده؟ لما يجي بقى لما تيجي الترعه يا صغيرك الدور عليكم، اصل انتوا هتحصلونا. والله لما يجي وقتها نبقى ايه؟ نبقى نشوف. ماشي كده؟ فتوى اللحيه دي بالظبط، من دلوقتي عايزك تحلق لحيتك. يا سيدي لما تبقى تلاقي ان انت كل ما تمشي هيتقبض عليك، بقول لك هتفتشوك. اه ماشي فتشوك، ولا ايش معاك سلاح خلاص. انا الاغلب العام ذلك، لو في واحد في الالف واحنا نجتهد ان هو يقل ونجتهد ان نرفع الظلم، بس الامور تهدى شويه. لكن احنا بنتكلم على ان انت ما يجعلكش ده ان انت تعطي ما بيدك في الترعه، ترمي اللي في ايدك في الترعه. لا، استغل العمل في الدعوه الى الله، استغل الوقت ده واجتهدوا في ان الناس توصل لها كلمه الحق باي طريقه كانت. الله المستعان. يقولوا ماذا يقول العلماء في الحاكم المتغلب الذي يترجح بالقرائن والاحوال انه لن يعظم للشريعه حرمه ولن يحكم بما انزل الله، هل تجب طاعته؟ احنا اكدنا مرات ان وجوب الطاعه وثبوت ولايه الامر لا تقع بمجرد التغلب، بل لابد من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وأن يكون إقامة الدين وسياسة الدنيا هو الأغلب من فعله ولو كان عاجزا معذورا أو غير معذور. ممكن عاجز معذور أو غير معذور، آثم زي ما تقول كده، لن يعظم الشريعة من قرائن الأحوال، الله أعلم. لكن على أي الأحوال لا تجب إلا بوجود إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين مع وجود الشوكة والقوة والتغلب. يعني مش هنقول على على على, على رئيس الجمهورية الحالي أو القائم ولي أمر، هنقول على رئيس جمهورية مؤقت كمان. ومش هنقول أيا ما كان، ولا هو ولا الحكومة، نقول عليهم ولاة أمور حتى يقيموا إيه؟ الدين. وحتى يسوسوا الدنيا بالدين. إحنا كنا مختلفين مع الإخوان في الحتة دي عشان كده. لأنهم عايزين يقولوا مرسي ولي أمر. فقلنا لهم هتقولوا ولي امر بضوابط هتبقى خلاف لفظي، لكن هتدي له صلاحيه الخليفه من غير ما يقيم الدين ولا يسوس الدنيا بالدين؟ لا. يقول لك هو ما يقدرش اكتر من كده.
قلت له خلاص هو عاجز، لكن الذي يتولى أمرنا هو الذي يقيم ديننا. كلمة ولي الأمر الذي تجب طاعته، تجب طاعته في إذا كان مقيما للدين، غير كده بنظر في أوامره اللي يحقق المصلحة يبقى أتبعها. لكن لو هو على فكرة مرسي مناش نزيل مظاهرات، حلو كده، عشان بعض يقول لك انتوا خالفتوا ولي الأمر وعصيتوه وخزلتوه. لا، مرسي لم يقل للناس ينزلوا مظاهرات، صح؟ اللي كان بيقول لنا ينزلوا مظاهرات الإخوان والشيوخ السلفيين، وأنا ما يلزمنيش طاعتهم. وعايز أقول لكم لو الرئيس مرسي كان قال لنا ننزل مظاهرات كنت أقول له لا يجب طاعتك في ذلك، لأن إحنا ما اتفقناش معك على كده. إحنا اتفقنا معك إن أنت رئيس جمهورية بصلاحيات معينة، وليس من صلاحيات الرئيس إن هو يقول للناس إيه انزلوا. مش السيسي قال انزلوا بدون تفويض في الحرب ضد الإرهاب؟ مش عمل كده؟ قلنا نزلنا بيان، قلنا فيه إيه؟ قلنا لا نعطي تفويضا لأحد في قتل نفس واحدة بغير حق، صح؟ البيان موجود والفتاوى موجودة، وقلنا مش هننزل، صح؟ ومع ذلك بقول لك أنا لا أدين بالطاعة إلا لمن أقام الدين وأساس الدنيا بالدين. معركة كان بإيدينا أوراق، موضوع الدستور التعديلات الدستورية كان بإيدينا أوراق كان ممكن نحافظ عليها في وقت من الأوقات، كان من الممكن تماما المحافظة على الدستور كما هو والدخول في معركة طويلة من التعديلات على وفق الدستور، يعني بالتلتين بدل اللي حصل النهاردة. الأوراق دي معظمها ضاع من إيدي، لكن أنا هخش المعارك دي كلها أقيم الحجة. ليه هنخش؟ عشان نقيم الحجة ونجادل بالتي هي أحسن، ونجتهد في دعوة الناس إلى الله، ونقول لهم إن الشريعة دي قضية الأمة كلها، ونجتهد. وفي بعد كده معركة تانية إذا هم رفضوا الكلام ده في الاستفتاء، لو لقينا إن هو في تعديل أو تغيير في الدستور غير مقبول نقول للناس ارفضوا وكونوا معانا فيها، بس اجتهدوا في الدعوة الثلاث شهور دول علشان لما يجي وقت الاستفتاء نلاقي الناس يقبلوا مننا. ماذا تفعل من يسب الدعوة والحزب وشيوخ الدعوة خاصة حضرتك وخاصة أنهم من أهل الأصحاب اللي بيشتموا؟ قول لهم اتقوا الله وسلم لي عليهم، عشان ربنا بيقول وإذا غضبهم الجاهلون قالوا سلام. كان الحسن إذا قيل له فلان يسبك فقال سلم لي عليه. أولا هو خالد علق الاستقالة مش جزم بيها، والحزب رفضها حرصا عليه هو في الحقيقة، والله مش خوفا على الحزب، إن الدكتور خالد يعني إحنا أدرى الدكتور خالد إنه أستاذ في الكلية ويعني يتقن وظيفته المهنية كأستاذ في البيئة، لكن هو أستاذ في كلية العلوم، وهو اختلف في قضية المشاركة في لجنة الدستور وفي النزول الشارع عشان قضايا الدستور. والحقيقة قضية الشريعة إن إحنا هذا التوقيت النزول للشارع ضرر مؤكد، نزول الشارع ضرر مؤكد، لا أستطيع أن أحمي إخواني من البلطجية ومن غيرهم لو تعرضوا لهم بحاجة. احنا نقدر نعمل حاجات تانية من غير وفي غير هذه الظروف، وأما عدم المشاركة فمبرر لأن يفعلوا ما يشاءون ويقولوا انتوا المجيتوش، وأنا لا ينسب إلي موافقة لمجرد اشتراك. أنا ألتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. أنا أنكر وأكره أي شيء يخالف الشرع، ولا ينسب إلي أحد شيئا أنكرته يقول أنت وافقت عليه، لا أنا لم أوافق عليه. ستة ولا عديها بقى بزمان
فض الاعتصام تم بأسوأ ما يمكن من طرق، وكنا قلنا أن هذه الطريقة هي أسوأ الطرق، أفضلها الحل السياسي، ثم القوة الناعمة غير النار، ثم إطلاق النار. أسوأ طريق هو إطلاق النار. للأسف الشديد وقع هذا الذي كنا نكرهه وأدناه وأنكرناه ونهينا عنه قبل وبعد.